السلام عليكم. نقدم راسي للمغاربه. انا الزوجه ديال مهاجر مقيم بالديار الفرنسيه اللي ديجا بنت في منابر اخرى. اليوم جيت نحكي المشكل ديالي باننا تعرضنا لاكبر عمليات نصب واحتيال من طرف واحد الرئيس ديال الجمعيه اللي المقر ديالها المتواجد بمدينه صفرو. حنا هاد السيد تعرفنا عليه عن طريق واحد السيده خدامه هنايا في الفلاحه. الراجل كان كيدفع الدوسي ديال الاعانه ديال الاعانه على حسب تنقيه الحجر، وهي اللي عرفتنا به. قالت لنا انه استاذ جامعي كيخدم داك الكود ديفواريين، قالت له يجيب لك يخدموا عندك في الفيرما مزيانين. ها شنو فعلا تلاقيناه، جلسنا معاه. قال راجلي عافاك واش ممكن تجيب لي لابيلونش، جابها له راجلي بكل الفرح، جابها له من اوروبا، جابها له لهنا دخلوها للجمعيه. قال له راجلي من بعد تكلف ليا بالارض، انت ما كاينش شكون اللي جاب لي هنا الارض. قال له ماشي مشكل صافي، بحكم الارض ما كان يلاه تنقص من الحجر. راجلي باغي يغرسها وباغي يطلق فيها الكوتاكوت. راكم عارفين كطلب مبالغ باهظه ديال الفلوس باهظه عن طريق ويسترينيو، وبلوس لي شيك كان كيعطي له، بلوس الكاش اللي ما عندناش لي بروف. اللي قال لك في المحكمه خصك لي بروف، مي ما عندناش الغالب الله، حيت داكشي كان كيكون جالسين غير بيناتهم كيعطيها له. المهم داكشي ما كاين، قامنا بداك الارض، حفر الحفاري، غرس الارض، طلق الكوتاكوت. مي كنتفاجئوا حتى حاجه ما صدقت لنا تما، التراكتور كيحرط الكوتاكوت، كلشي داك التيوت كيطرطقوا، شجر ما صدق، حتى حاجه ما صدقات. كنتسائلوا علاش قبل هذا الشيء. قال للراجل عافاك الله كان ممكن واش عندك شي طوموبيل، انا غادي نشد لك نتكلف لك بالارض، مي ما عنديش طوموبيل باش نديبلاصا. قال له راجلي بكل الفرح، عندي انا واحد الطوموبيل راه محطوطه ما كنستعملهاش، نعطيها لك، ندير فيها الوكاله ديال السوكان. هو مشى فعلا عطى له الوكاله، سنياها على اساس راجلي سنيع الوكاله السوكان، مي هو داير فيها البيع والشراء. مي اخويا الا باغي يبيعها لك، انا كنسالهم هذا المنبر، علاش غادي يدير له اخويا الوكاله؟ تمنيت يبيعها له، يديه يبيعها له سير باسي، كي غادي يدير هنا اجراءات يديرهم هنا، ماشي مشكل. من بعد قال له راجلي انا غادي نحل واحد الشركه ديال الكوتاكوت فاس، عافاك تكلف لي بالورق ديالها، سير دير الوكاله، كتب لي وكاله شنو فيها. الدرج ديال المقر ديال الجمعيه هنا بمدينه صفرو، هو كتب داك الوكاله، دار فيها اللي بغى، دار كل ما يخص الاوراق الاداريه بالارض، وداك الارض عرشيه وسولو، يعني الا بغى يرد بسميتو من الصباح يردها اخويا. وراجلي خاسر عليه الزباب الفلوس، علاش دخل كل ما يخص بالاوراق الاداريه؟ كاين اخويا شي واحد بعقلو اللي يسني داك الورقه؟ راه حتى واحد الحمق ما يسنياش. المهم داك الوكاله ما كانوش عندنا الكوبي، وقع المشكل، عرفناه بانه نصاب كي دار باش عرفناه. راجلي قال له رد لي الطوموبيل، قال له درت بها قصيده. اخويا مول الشيحي وتقول له انا درت بها قصيده؟ قال له علاش ما قلتيليش؟ قال له وما بيناتناش. ماشي مشكل. راجلي قال له الطوموبيل بسميتي، يكون فيها شي حاجه ولا؟ هو مشى، انا مشيت كنبحث في طرافو بوبليك، كنتفاجئ بانها بسميتو. كي دار لها كي كوبيو لي الوكاله، قالوا ليها كي دار لها كنلقى في الوكاله البيع والشراء، يعني ردها بسميتو. تما راجلي قال لي راه درت له واحد الوكاله فوقاش. انا راجلي ما كانش كيخبرني، قال لي هاني درت له وكاله فوقاش. سيري لصفرو، وكان المشكله كيسنيها هنا في صفرو، كلشي كيدير له هنا في صفرو، راه الوكاله في صفرو مقاليزيا. فعلا سنياها، الا هذاك ديال الطوموبيل كان جا عندنا للناظور لتحت باش يديها، تما مشى سنياها راجلي حيت سد الطوموبيل من الناظور. وفعلا مشيت هنا للمقاطعه، عطيتهم غير لاداط وتصاريخ، وخرجوا لي الكوبي نتاع داك الوكاله. كنتفاجئوا بانه داير فيها كل ما يخصو الارض، ماشي مشكل. قعيت انا لراجلي، مشيت عند المفوض القضائي، قلت له عافاك شنو بغيت ندير لانولاسيون ديال هاد الوكاله، انولاسيون. عيطنا له في التليفون، تلاقيناه، السلام عليكم. وانا باش بغا يطلقني قلت له حق راه جيب لك واحد المبلغ صافطو راجلي، عاد تلاقاني. جيت تلاقيت المفوضه القضائيه، قلت له ها شكون عافاك سني لي لانولاسيون ديال هاد الوكاله. هو شافهم تصدم، حيت عارفهم ما عنديش، سمح فينا ما بغاش يسني، علاش دار الامتناع في نظرك؟ صافي تخلع، تصدم. مشى بحالو، التجأت انا للمحكمه، دعيته بالنصب والاحتيال وخيانه الامانه. الدعوه كاينه في المحكمه هذه دابا مده عامين، 18 شهر غادي تحكم، وغادي نطلع لكم بشنو كاين، نقول لكم، نجيب لكم الورق ولي بروف وكل شيء. المشكله ماشي هنا، المشكله بان هذا السيد شبعنا محاكم. قال الراجل مادام دعيتيني غادي نغرقك في المحاكم، بحكم هو كان مخدم عندنا داك الكوت ديفواري، مع هو اللي كيخدمهم في الفيرمات. جا عند داك الكوت ديفواري بدا عليه خرج من تما، منا اجي دعيهم يعطيوك تعويض. هذاك الكوت ديفواري خرج جدعانه منو راسو، ما كايناش انسبكسيو دو طرافاي، علاش دايرينها؟ نورمالمون اخويا يمشي لانسبكسيو دو طرافاي يقول له جراو علينا، هي اللي اتصل بينا. اتصلت انا بهذاك قلت له رجع للخدمه، قال لك انا ما رجعش، راه مي هو باغي الفلوس. هذاك صافي كبرات له عينو على الفلوس، قال ناخذ الفلوس، حيت هذاك عنده يدو طويله كي كنقولوا حنايا، داك رئيس الجمعيه يدو شويه طويله. ولاش اخويا انت حنا واش عنده شي دليل؟ انا هذاك منين خرج الخدمه ودعاني راجلي راه في فرنسا، منين سولوا المحامي قال له اخويا كي درتي خرجتي؟ قال له جرى عليا بار تيليفون. كاينه هذه، قال لك وجاب واحد الشاهد قال له راه سمعتو كيقول له خرج عليا ما تبقاش في الفيرما. عمرك اختي اخويا شتي شي واحد كيدوز مده؟ دابا ولا كنتي كاري دار واش يجي يجري عليك واحد؟ وما بالك واحد خدام تما، ما كايناش انسبكسيو دو طرافاي،
واخا شحال الوقت هو كنخدم عندكم هاد الايفواريان؟ كنخدم واحد المده ما كنكرش ما بقيتش، المهم كنخدم عندنا مده طويله، ما كنقولكش مده قصيره، كان عندنا واحد المده مي ما عرفاش شحال، مي خدم عندنا واحد المده ما كنكرش انا ما كنكتبش، خدم عندنا مده. كان ندخل في 2016 ديفواري دخل الفيرما فعلا، خدم عندنا واحد المده خرج دعانا حكموا عليه ب 4 مليون. منين انا مشيت كنسول نورمالمون خويا قال لك يلتاج الانسبكسيو دو طرافاي، قال لك علاش دايرين الانسبكسيو دو طرافاي، شنو هي الخدمه ديالها؟ وخصو نورمالمون هو تكون عنده واحد الورقه من وزاره الشغل، حتى لي بروف ما حطش، شنو هما لي بروف؟ جا في شي شهود تما شي ثلاثه ما عرفتهم منين جابهم، قال لك من الدوار تما، وجاب واحد قال لك سمعتو كيجري عليه بار تيليفون. واش كاينه هادي؟ واش حنا فين واصلين في 2021 وعندي يجي يقول لك واحد جري عليه بار تيليفون؟ فين كاينه؟ ما كاينش القانون. راه اي اداره كاينه مختصه بهادي، اداره مختصه بهادي، ماشي مشكل. هالمشكل اللي درنا مع الكوت ديفواري الثاني، عاوتاني واحد المشكل اخر اللي ما ذكرتوش، بان خويا كان عندنا واحد الدوسي في الاعانه، راجلي كان هو بعدا اللي كان غرس لنا، هاد رئيس الجمعيه غرس لنا وطلق الكوتاكود ودافعين الدوسي هنا ديال الاعانه، هو اللي مكلف بداك الدوسي، اللجنه كتتصل به هو، اللجنه الدوسي ديالنا كامل موجود، اللجنه منين اتصلت به ما عرفتش شنو قال لهم، بلوكاهم ما عرفتش. المهم السير اللي كاين تما مع داك الموظفه اللي مسؤوله على هاد الدوسي ديال الاعانه هي اللي عرفتنا به، تما الدوسه كيدفعوا عندها. من بعد حنا كدوز واحد المده، راجل اللي كان في فرنسا كيرجع كيجي يسول هنا في الدوسي ديال الاعانه، قالوا له تبلوكا ما يعطيوها لك. شنو هو السبب؟ قالوا له اللجنه عيات ما اتصل بك باش تخرج انت، ما كاين حتى واحد يرد علينا. اول حاجه بلوكا لنا زبابل ديال الفلوس، داك الكوتاكوت وداك الشجر، وقلت لك السبب ديال الفلوس اللي مشات لنا ما عطاتها لناش الاعانه، حيت هو السبب المشكل. ها مشكل اخر، هذا راه عندنا مشاكل اخرى دايرنا بزاف من بين المشاكل. القضيه ديال 200 مليون واحد المقاول كان كيخدم عندنا، هو اللي دخل الارض الاول 2012، عندي التزامات دابا نوريها لك، دخل الارض على اساس مقاول، قال الراجلي قدم راسو الراجلي باش انا ديما كنقول مقاول، قال له انا هنا في الدوار كندير الخدامه، مقاول كنعرف كل شيء، المهم كل شيء في يدي، حيت راجلي شرا في داك الدوار عين شقاق ما كيعرف حتى واحد اجنبي جا تما شرا ما كيكونش هنا. قال صافي ما دات بيا، ها انت تكلف خرجوه، داروا الميزانيه لداك الارض، قال له شي 200 مليون غادي تقام هنايا، صافي ماشي مشكل. قال له ماشي مشكل راجلي، بدا كيعطيه الفلوس كيسني الالتزامات، المهم بدا كيعطيه الفلوس ما كانش كيسني الالتزامات، حتى التالي راجلي قال ويلي انا شحال كنعطيه الفلوس خصني يسني لي الالتزامات بانه شدها. فعلا قال له الا بغيت نبقى نزيدك الفلوس نكمل لك زيد معايا سني الالتزامات، مشى كيسني الالتزامات هالمده هالمده شحال شد، المهم المجموع كامل وصل 200 مليون. هادو الالتزامات غنوريهم لك اخويا 158 مليون بلس ويسترينيو، المهم المجموع اللي حسب محامي 200 مليون. شدهم فعلا نقى الارض، ما كملش التنقايه بالارض، داك الارض ما كملهاش بالتنقايه. من بعد هذا كان وقع لهم معاه مشكل، دعيته في مدينه مكناس حيت هو تابع لمكناس. الدوسي اخويا اللي كنتفاجئ بانني انا دعيته في شهر 11 11 11، هو حيت انا دابز معاه في التليفون قلت له غادي ندعيك، هو دعاني وقيله 19 نورمال متتالي داك الدعوه عاد تبدا. هادي اللي سولت انا اللي قال لي المحامي، لا المحامي ديالي حط لي بروف، قال لهم هذا ما جا دعاها راه حتى داعيه في مكناس بالنصب والاحتيال، ها علاش يعني خليوها حتى للدعوه هما داك الشيء ما عرفتش شنو واقع هنا، ماشي مشكل ما شافوش في داك الشيء كملوا الدعوه. جاب هو الشهود ديالو، جبت انا الشهود ديالي، جبت ثلاثه الشهود، واحد شهد كذوب منه الله ما نسمحلوش لا ياخذ فيه الحق، جوج قالوا الحق، قال لهم انا هاد السيد فعلا كان في الفيرما 3 سنين ولا 4 سنين ما شتوش انا مع اني جارهم، قال لهم لاصق الفيرما، واحد قال لهم انا عامين كنت كنخدم في ذاك الفيرما كنت كنشوفو ما عارف شنو كاين. جبت انا جوج شهود ديالي شهدوا يعني خدموا بصح عندي في الفيرما قالوا الحقيقه، قال لهم واحد انا 2018 و19 و20 كنت تما في الفيرما عمرني شفتو متقطعه خدمت، واحد قال لهم في 2017 كنت تما كنخدم ما شفتوش. دابا المشكل اخويا اللي كنتفاجئ بان واحد التصريح ديال واحد الشاهد وقع فيه تغيير، ما عرفتش واش خطا وقع ما عرفتش، وبناء على داك الشاهد حكموا علينا ب9 المليون. هذه مطلقة تعويض. تعويض الحكم راه عندي نسخة الحكم، حكموا علينا هنا في المحكمة الابتدائية ب9 المليون. المحامي ديالي تفاجئ عيط ليا قال لي فلانة راه تحكمت ب9 المليون وخرج التصريح ديال كاتب الضبط، كنلقاو كاتب الضبط كاين تغيير تما ما عرفنا شنو كاين، قال لي راه كاين واحد التغيير هنايا واقع في هذا التصريح ديال واحد الشاهد راه به باش حكموا عليه ب9 المليون. هاد الشيء احنا اللي وقعنا، انا ما عرفت شنو وقع. واحد الموظف عاوتاني كان تما في الفلاحه كنديروا هاد رئيس الجمعيه كيخدم عندنا، كل تصور هو موظف في الفلاحه مع الدوله وكيخدم عندنا، حنايا كل شهر كنعطيو له 3000 درهم كيدير اونتروتيا قال لك الشجر باش يصدق لنا، يعني حتى هذاك النصب ديالو بلا ما نهضروا عليه. شتي شحال المشاكل دارنا هاد رئيس الجمعيه في حياتنا ومازال المشاكل اخرين. ونسيتك وداك المقاول اللي داعيه في مكناس، تصور الدوسي اخويا الناس كدوز الصيف واحنا انا وراجلي كنقيلوا في المحاكم كيطلعوا الدوسي، هاد النهار ندخلوا عند النائب الوكيل النائب الوكيل الملك كيجيب الدوسي عيط للجندار نتاع الحاجب كيقول لها واجا الدوسي كدوز سيمانه نطلعوا نشوفوا شنو داروا فيه، كيقول لك تودر
سيري يعيط عاود الحاجب يجيبوه نرجعوا نطلعوا يقول لك تودر سنائب وكيل الملك الله يعمر راسه معاك نشكر الله يعمر راسه معاك نشكروا من هذا المنبر قال لي انت تعذبتي بزاف سيري دخلي للوكيل هضري على حقك هذا الشيء راه بزاف زادوا فيه ماشي مشكل عاود مشيت شكيت دخلنا هضرنا عاود جابوا الدوسي قال لك درنا فيه الحفظ مخليه انا المحامي مكلف تما هذه فوقاش منين داروا فيه الحفظ من الصيف وقال لك التقرير ديال الحفظ مازال ما خرجش لحد الان والمحامي قال لي وقيلا راه الدوسي عاوتاني توضر ليهم ما كاينش كي جاكم هذا الشيء ماشي طبيعي اللي كيوقع لنا انا راه عاد بقيت كنرجع وكنتفكر وحنا الدوسي ديالو هو التحكم 9 المليون وحنا الدوسي ديالنا عاد واحلين فيه توضر مازال جا طلع هبط فاش جلاله محمد السادس اللي كيقول في الخطابات ديالو المغاربه عندي سواسيه وحنا كنتعرضوا لهذا الظلم وهذا الحقره ومع انه راجلي بغى غير يخدم بلادو كل ما د الفلوس اللي جمعها في اوروبا شقى عليها ودمر عليها وما جمعهاش سهله كتشوف حياته كي دايره تما الفلوس ملي كيجيبها ويجي هنا اللي نصب عليه منا وكتزيد كيزيدوا يحكموا عليه كيحكموا عليه ب 9 المليون تعويضات هنا تعويضات هنايا كانوا غير بصح هادوك كانوا داك الناس كيظلمونا وما نسمح لهم وما غاديش نسكت على حقي كنقول لهم هذا المنبر غنبقى كنهضر كنهضر واخا يوقع لي وقع نبقى كنهضر كنهضر تناخذ حقي انا كنطالب بحقي وكنناشد من هذا المنبر جميع المسؤولين ويدخلوا في هذا الموضوع ويعاودوا يطلعوا على هذا التواصل اللي عندي هنايا هذا الملفات يعاودوا يطلعوا عليهم وكنطالب يديروا التمديد في هذا التواصل اللي عندي هذا الملفات ديال هذا الكوت ديفواري وهذا هذا المقاول يديروا فيه التمديد ويعاودوا يطلعوا على هاد الدواسه حيت داكشي الاثباتات اللي عندنا راه داكشي اللي تحكم المهم المحامي كيقول لي داكشي ماشي مزيان اللي تحكم المهم حنا ما راضيين حنا بالحكم ديال القضاء حنا القضاء راضيين به حنا كنحسوا بالظلم والحقره هادشي كله موراه رئيس الجمعيه شكرا.